قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5000 مشجع لنهائي الكأس. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تلقيه خطابا من جانب الأمن يفيد بحضور 10000 مشجع لنهائي الكأس، قبل أن يؤكد حسين أن الجهات الأمنية أخطرت الجبلاية بحضور 5000 مشجع فقط لهذه المباراة. أضاف حسين أنه سيتم تخصيص 2000 دعوة للزمالك مثلها للفريق السكندري بجانب 1000 دعوة لاتحاد الكرة والشركة الراعية له. من المقرر أن يقام نهائي كأس مصر في 7 من مساء الثلاثاء المقبل بين الزمالك وسموحة.